البنات ومرحبا بكم معنا فيديو جديد. اليوم غادي نقترح لكم البروش ديالنا اللي كتجي على هذا الشكل. كتجي بروش اللي رائعه وغزاله، فيها هاد لي كولور اللي غادي نحاول نشوفوها عن قرب. البروش ديالنا البنات كيف كتشوفوا معايا كتجي على هذا الشكل، شي حاجه اللي رائعه بهاد اللوينات اللي فيها في الغوز وفي لو فيغ، اللوينات مخزنيه اللي رائعين وغزالين. حجيره الوسط هكا اون فيغ كبيره ونازله منها هاد اللويزه في حجيره في الفيغ، فيها هاد التخريمات وهاد الحجيرات في البيض في الجناب اللي كيعطيوها واحد لابغيونس. يا سلام، البروش ديالنا البنات من اللور كتجي على هذا الشكل، كنتمنى انها تكون واضحه بالنسبه لكم. عندها هذه السدادة ديالها اللي كتحل على هذه الطريقه، كتجي رائعه وغزاله، كتسد بهذه الطريقه، فيها هذه السنينات هكا اللي كتجي زوينه وانيقه اللي غادي نحاول بيان سور نوريها لكم ملبوسه. كيف كتشوفوا معايا البنات البروش ملبوسه ديالنا كتجي على هذا الشكل، كتجي شي حاجه اللي رائعه، الديزاين ديالها غزال وزوين، انيقه بزاف، هذوك لي كولور اللي فيها كيعطيوها واحد الجماليه خاصه، كتجي شي حاجه ديال الحضور اللي زوينه وانيقه اللي كنتمنى انها تكون واضحه بالنسبه لكم. ونالت الاعجاب ديالكم البنات، لي زانفورماسيون ديالها كاملين كاينين كيف العاده في لاباغ دانفورماسيون. بالصحه والراحه، وما تنساوش مجوهرات فاتين طيب احسن عندك. قبل ما تخرجوا تابوناو معنا في لاشين يوتيوب ديالنا وبارطاجيو لا فيديو في لي ريزو سوسيو، وما تنساوش ديروا جيم لاباج ديالنا سور فيسبوك، و الا بغيتو تشوفوا لي زارتيكل ديالنا دخلوا لو سيت اللي تحت لا فيديو.